فبواسطة جهود أبناء البلد المخلصين استطعنا تطوير هذا الهاون، وإن شاء الله إصابته دقيقة 100%. شكرا لك. أهلا وسهلا. وسليمان رائد منشق من الجيش النظامي، سيتم الآن ضرب الهاوين. هو حاليا بالجيش الحر منشق أول منشق منشق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حلب حي العمرية تم الأنظمة. يا أهلا، هاي مدرسة المدرسة؟ هاي مدرسة ما؟ كويس يا سيدي.